لا يزال موضوع صيام لاعبي المنتخب الوطني في مباراتهم أمام ألمانيا من عدمه يصنع الحدث في مدينة بورتو أليغري، سواء داخل بيت المنتخب أو لدى رجال الإعلام وكذا الأنصار المتواجدين في الأراضي البرازيلية، بالإضافة إلى الجماهير الجزائرية في أرض الوطن. وحسب آخر المعلومات التي استقاها تلفزيون الهداف، فإن الفاف قامت بتخصيص 5 وجبات كاملة للاعبي المنتخب الوطني، أي بداية من فطور الصباح، وجبة الغداء، وجبة الإفطار، ووجبة العشاء، بالإضافة إلى وجبة السحور الخاصة بالصائمين. وتفادى مسؤول الاتحادية إحراج اللاعبين ومنحت لهم الحرية الكاملة في الاختيار ما بين الصيام أو الإفطار من دون أي ضغوط، في انتظار اتضاح الأمور خلال الساعات القادمة.